طيب الراجل سامسون اكينولا المحاولات معاه مستمرة لحد امبارح، وطبق اللي انا عرفته ان القصة مقفولة من عند الراجل سامسون. يا جماعة عايزين تمشوني ادوني مش عارف الاتنين مليون دولار ولا مش فاكر الرقم كام للأمانة، يعني اللي بقيت عقدي ناقص بقين سنتين في عقده، فاديني بقيت عقدي ومشيني، غير كده مش هنزل دولار واحد، غير كده انا مكمل معاكم. عايزين تلعبوني اهلا وسهلا، مش عايزين تلعبوني ما تلعبنيش، عايزين تفسحوني هتفسح، عايزين اي حاجه ماليش دعوه. وبالمناسبه ده اللي بيحصل مع عدد كبير من الاجانب في الدوري المصري، حصل في الاهلي بيحصل في الزمالك بيحصل في عدد من الانديه، كل واحد الاجنبي بالذات بيستغل الموضوع. انت هنا عندك اللاعب المحلي ممكن تحطه قائمه انتظار مش عارف ايه كلام من اللاعب الاجنبي، انت لو حطيته قائمه انتظار يوديك على الفيفا على طول، يوديك على الاتحاد الدولي على طول. فسامسون قافل الموضوع تماما، قال لك انا عايز بقيت مستحقاتي وبعدين نفسخ العقد، غير كده انا مكمل يعني. تمام، فمفيش تسويه حتى الان، مفيش اي حلول مع سامسون. طيب انت دلوقتي محتاج تمشي سامسون عشان برضو تجيب صفقه اجنبيه في خط الهجوم، محتاج، فانت مش عارف تخلص من سامسون، فده معطل الدنيا شويه نوعا ما. في الوقت اللي بعض التقارير قالت ان الزمالك بيفاوض كارلوس سترادنبرج اللاعب السويدي، حقيقه الامر ده ايه؟ طبقا اللي عرفناه ان الزمالك بالفعل استفسر عن امكانيه التعاقد مع هذا اللاعب، استفسار لكن ما كانش فيه خطوه رسميه، ما يقدمش اي عرض رسمي. هو ده اللاعب اللي قدام حضراتكم، لاعب ومهاجم مميز. بالنسبه للناس في نادي الزمالك فاكرين ان هو فري، لا هو مش فري، هو لسه ناقص له تقريبا سنه في عقده مع نادي ويمكن اكتر يعني. لكن النادي لما حصل تواصل معاه، النادي اللي بيمتلك عقد هذا اللاعب لما حصل تواصل معاه كان الرد ان احنا مش ناويين نفرط في اللاعب دلوقتي خالص، وما عندناش فرصه ان احنا نجيب بديل ليه في مرحله زي دي، ما نقدرش نعوضه حاليا يعني. لكن كان في اهتمام من نادي الزمالك باللاعب، كان في اهتمام من نادي الزمالك باللاعب، لكن مفيش اي تحرك رسمي. طيب الزمالك بالمناسبة بينفي موضوع انه طلب من الجهاز الفني منتخب مصر اراحة ناصر ماهر من المشاركة على ملعب ترتان، ففي قلق نوعا ما، لان ناصر عامل اتنين صليبي قبل كده، والصليبي مع الترتان مش حلو خالص، الركبة وبتاع تبقى مشكلة لو لاعب ناصر يعني، هو لاعب مهم جدا جدا سواء للزمالك او لمنتخب مصر. لكن الزمالك ما طلبش ابدا ولا تواصل مع منتخب مصر بخصوص اراحه ناصر ماهر، على غرار عدد من القرارات اللي خدها الكابتن حسام حسن باراحه النجم الكبير طبعا محمد صلاح النهارده. قرار منطقي لان مصطفى محمد كان عنده اجهاد في العضله الخلفيه تقريبا، فبالتالي كان قرار كابتن حسام حسن، هتكلم برضه على الجزئيه دي كمان شويه. لكن في كل الاحوال الزمالك ما طلبش كده يعني. الدكتور حسام مندوه هو اللي هيكون رئيس البعثه في الامارات، والفرقه هتسافر يوم الخميس المقبل. تمام؟ طيب النهارده كان في ماتشين وديين بالنسبه لفرقه نادي الزمالك، فهتكلم معاك فيهم بالتفاصيل زي ما امبارح اتكلمنا عن ماتش الودي بتاع الاهلي وحرس الحدود بالتفاصيل، النهارده برضه هتكلم على الماتشين بتوع الزمالك بالتفاصيل في اطار الاستعداد للسوبر المصري. الماتشين، ماتش قدام ايسترن كومباني انتهى بالتعادل الايجابي 1-1، ده الماتش الاولاني اتلعب في ملعب الزمالك في 100 عقبه، وتشكيل الشوط او الماتش الاولاني، التشكيل بتاع الماتش الاولاني هو لعب بتشكيلين، تشكيل في الماتش الاولاني وتشكيل في الماتش الثاني. تشكيل الماتش الاولاني كان محمود الشناوي في حراسه المرمى، كان في عدد من البدلاء يعني، هو غاب بس بنتايج بالمناسبه لانه لسه بيجهز بعد عودته من الاصابه، لكن محمود الشناوي كان في حراسه المرمى، احمد فتوح بيشارك، لا بالمناسبه بنتايج لعب هذه المباراه، متاسف لعب هذه المباراه، جيفرسون كوستا لاعب اللي هو المدافع الغيني من اصول غينيه، هو مدافع برتغالي، وعلي نوفل ده احد اللاعبين الصاعدين. في خط الوسط كان موجود يوسف وائل الشهير بالفرنسي، ويوسف احمد حسن، ومحمد عاطف، وحازم اسامه. في الهجوم كان حسام اشرف وسامسون اكينول، اللي جاب هدف الزمالك في المباراه اللي انتهت 1-1 دي هو سامسون اكينول. الاداء ما كانش كويس في الماتش الاولاني ده خالص، الدنيا كانت مفككه، ما كانش افضل حاجه. هتقولي انا طبيعي اسماء كلها يعني اول مره تلعب مع بعض، اقول لك طبعا طبيعي يعني، خصوصا ان دي المباراه الاسهل على مستوى الوديات، فكان
الاسماء اللي بتشارك مش من العناصر الاساسيه، او البعض منهم اللي هو بيتم تجهيزه سواء احمد فتوح او عوده بنتايك من الاصابه كانت مهمه. بالمناسبه بنسبه كبيره جيفرسون كوستا هيكون موجود في قائمه السوبر، لان غايب مين؟ غايب الزناري بعد الاصابه. فده الماتش الاولاني. سيدي نداي المهاجم برضو ده سنغالي اللي كان جه مصاب يا جماعه مش بيشارك. الماتش الثاني كانت مع زد، خسر نادي الزمالك 3-1 او عفوا 3-2، احرز الهدفين بتوع نادي الزمالك كونراد مشلك والمسلوسي. لكن كان التشكيل مين؟ كان محمد صبحي في حراسه المرمى، خط الدفاع محمد حمدي، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، احمد محمود اللي هو العائد من الجونه الظهير الايمن، خط الوسط كان زياد كمال، عبد الله السعيد، شيكابالا، وفي الهجوم مصطفى شلبي وناصر منسي وايضا كونراد مشلك. تمام؟ فده كان التشكيل في الماتش التاني. طب الاداء كان ايه؟ ما كانش كويس برضه، بقول لك طبقا للناس اللي اتفرجت على المباراه التانيه حتى الاداء ما كانش كويس. وتحس بالمناسبه انا بقول لك معلومه، في تخوف نوعا ما عند المسؤولين في نادي الزمالك، لان تحس ان لسه نشوه الفوز بالسوبر الافريقي مأثره على اللعيبه، فالمجلس قلقان من القصه دي بشكل او باخر. يقول لك اللعيبه واضح ان هم لسه متاثرين. هتقول لي من نتائج الماتشات اللي قدام مش مقياس؟ طبعا مش مقياس، بس ازاي تخرج نفسك من حاله الفرحه بالفوز ببطوله السوبر الافريقي؟ وطبعا حق نادي الزمالك انه يفرح، بس الانديه الكبيره اللي بحجم الاهلي والزمالك طبيعي ان انت بتقفل الصفحه وبتفكر في اللي جاي، عشان الجمهور ما بيفضلش عايش على البطوله انت خدتها، بيفكر دايما في انك ازاي تزود رصيدك من البطولات. فده التخوف اللي موجود داخل نادي الزمالك يعني. خلاص، فدي الامور اللي بتتعلق بالفريق. عندي خبر كده ان لسه نادي الزمالك برضو بيحاول في موضوع عبد الرحمن البنوبي لاعب زد، رغم ان زد رفضه اكتر من مره، رغم ان في قابليه عند زد ان هم يبيعوا لاعب او اتنين للنادي الاهلي. فهل ده ليه علاقه باي شيء ما خاص بالعلاقات ما بين الانديه او حاجه؟ الله اعلم. خلينا نترقب ونشوف هذه الجزئيه يعني.